برجع مرة تانية مع كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم في طعم البيوت وفقرتنا الخاصة بالمطبخ. برحب معايا النهاردة بالشيف هبة يوسف. ازيك يا هبة؟ زي حضرتك. تسلم ايدك على الحاجات الجميلة. ايش عايزة اقول لكم، الروايح هنا عاملة ايه؟ روايح جميلة كلها مختلطة مع بعضها، مشوي على حلويات على حاجات جميلة. خلينا نبدأ بالأجنحة العظيمة اللي انت عاملاها النهاردة دي. أجنحة مشوية. يعني عادة الواحد لما بيشتري فرخة مشوية أكتر حتة بتبقى ناشفة فيها الجناح ونقول خلاص باظ ده اتحرق. فأنت مختارة أصعب حتة وعاملاها شاوي وشكلها باين إن هي مش يعني مش ناشفة طرية. مش ناشفة، لا مش ناشفة. قولي لي عملتيها إزاي بقى؟ الأول حاجة لازم هنيمها طبعا في التتبيلة من بالليل. تتبيلة ده بصل، طماطم، المية بتاعتهم، فلفل أسود، ملح، معلقة عسل، زيت زيتون. مهم جدا إن زيت الزيتون بيديها طراوة حلوة قوي. والعسل ليه طيب؟ العسل بيدي تسكيرة حلوة قوي للشوي. أوكي. بيعمل معادلة يعني مع الملح والعسل، وفي نفس الوقت بيدوب الأنسجة. هي عامة مش محتاجة، بس يعني بيدي طعمها خالص يعني. بيدي معادلة جميلة ليها. هي صغننة بس احنا برضو ما رحمناهاش يعني. بس بتبل حلو قوي ولازم بسيبها في التلاجة. ملح وفلفل بس حطيتي؟ ملح وفلفل، جوزة الطيب، كبابة صيني، جنزبيل بس. اوكي. بس. بتبل حلو قوي بسيبها في التلاجة من بالليل. معلقة كاتشب. او معلقه صلصه او صلصه، يا ده يا ده. تمام. ببيت بقى طبعا في التتبيله من بالليل في الثلاجه. بصحى الصبح بقى كده بتتبيلتها زي ما هي كده على صينيه. واقوم فرداها فيها ومدخلاها الفرن ومغطياها 10 دقايق كده بورقه فويل. اوكي. تمام. تاخد بخارها كده واحس انها استوت، اكشف وابقى مشغله الفرن من فوق ومن تحت. ما تاخدش وقت طبعا في الشوا، لان احنا اصلا كبسنا الحراره عليها في الاول فاستوت. طب لو عملتها مش في الفرن، لو عملتها على شوايه هتنشف. على شويه كهرباء هتنشف، او على الجريل ممكن ما تنشفش. الجريل طبعا هنعلي يديها صدمه. بعد كده نهدي وبعد كده نعلي عشان ناخد النشفان الاخير. لكن شويه كهرباء هتنشف. طب يبقى احسن حاجه نحطها في الفرن تطلع بالعظمه. هنحطها في الفرن وهننساها وهتطلع شكلها جميل كده. هنبقى مشغلين طبعا عليها. احنا لو حطينا عليها شويه شطه بقى هتبقى سبايسي طبعا، فظيع. من غير ما نعمل الصوص السبايسي، هي اوريدي هتبقى. لا لا خلاص، احنا بقى في التتبيله بدل ما نحط الكاتشب عادي نحط كاتشب حار. حلو قوي، تسلم ايديكي، تحفه وريحتها هتجنن. ميرسي. طيب اخلي الشوربه وبعدين يعني اقول الشوربه واخلي البسبوسه الجميله دي. تمام. الشوربه بقى لسان عصفور بالجزر. لسان عصفور بالجزر انا دايما بحب في اي شوربه خضروات لازم ادخلها فيها، بحس انها طبعا بتبقى مفيده اكتر وطعم بيفدي. كلنا عارفين ان الجزر ليه تسكيره حلوه كده. بحمر طبعا لسان العصفور عادي وبشوح معاه الجزر المبشور لحد ما احس انه بشراه. عشان عارفه في ساعات لما العيال الصغيرين لا قطع كبيره مش هيرضوا طبعا. حتى الكبير يشيلوها يشيلوها. حتى الكبير هحس بطعمها في الشوربه، احس ان انا مش باكل شوربه، باكل خضروات يعني. بس هشوحها تشويحه كويسه كده، احس انها دخلت في اللون مع بعضها. وبعد كده منزله بقى بشويه فلفل اسود، شويه جوز الطيب مطحونين صغننين. حاجات كده اللي هي ايه، توابل عطريه تدي رائحه وطعم برده طبعا تست حلو يعني. وازودها بقى مرقه عادي جدا ونسيبها بقى على النار. لما بتستوي بنطفي عليها خلاص. حلو. بتبقى طعمها لذيذ جدا جدا بالجزر. كمان بتبقى جميله قوي. لا وشوربه لسان عصفور عن تجربه لذيذه جدا بالجزر. حلو قوي. تسلم ايدك. ميرسي. الحلو البسبوسه. البسبوسه دي دايما الناس تقول لك بتبوظ مني، ما بتطلعش زي المحليه. بالظبط. بتطلع لكن يعني دي طريه جدا. لو احنا هنشوف اهيت بالمعلقه اهي طريه فعلا. وهنقطعها برضو في الاخر ان شاء الله ونطلع قطعه منها. كنت ماسكت اكتر عشان هي لسه طالعه من الفرن برضو. قولنا المكونات بتاعتها. المكونات بتاعتها انا بتجيب دقيق السميد العادي اللي هو الساده. ربع كيلو سميد عليه كوبايه سكر وسط، يعني مش الفنجان الكبير، خلينا نقول ثلاث ارباع مج سكر بتاع الشاي. عليها ربع معلقه بيكنج باودر، معلقتين سمنه بلدي. هدعك طبعا كل التوابل، كل الحاجات دي مع بعضها اللي هي الجافه. أيوة. اللي هي البسبوسه والسكر والبيكنج باودر. هفركهم كويس قوي لحد ما احس ان السمنه تدخلت جوه البسبوسه. حلو قوي. بعد كده هنزل عليها بكوبايه زبادي. وهقول ايه، هقول بق لبن. انا عايزه البسبوسه وانا بلمها تبقى عامله زي الرمل، ما تبقاش سايله قوي. حاجه دايما الناس بتبقى فاهماها غلط، ان البسبوسه لما تبقى سايله هتبقى طريه. ابدا. لما بسيلها اكتر بالمكونات بتنشف معايا، بتنشف معايا في الفرن. اوكي. فاخليها افردها بايدي. يعني مش انا مثلا ادلقها في الصينيه فتتفرد لوحدها. لا كده خلاص هي مش ناجحه. ازود يعني، انا بقول بق لبن مش يعني قادره لازم احدد عليها انا بايديا. بالظبط كده. كل ما احس ان هي يعني متماسكه وانا اللي بفردها هتطلع ناجحه بامر الله. حلو قوي. الشربات بقى بتاعها بحط بقى نفس الثلاث ارباع كوبايه اللي انا حطها دي، هحط منها كوبايه كامله واحط قدامها كوبايتين ميه.
كوبايه سكر لكوبايتين وكوبايتين ميه هحطها على البوتاجاز وهحط البسبوسه في الفرن. دي تبقى سخنه ده يبقى سخن الاثنين مع بعض. الشربات مش هيغلي يعني الشربات المفروض يغلي اطفي عليه على طول. فابقى مظبطه الوقت ما بين ان البسبوسه تطلع الشربات لسه بيغلي. قد ايه في الفرن؟ من نص ساعه لساعه الا ثلث حسب الفرن عندك وحسب طبعا الصينيه اللي انت عاملاها. كل حاجه بتبقى بمقدار مقدار الصينيه مقدار يعني ما يعدي مثلا ثلث ساعه نبتدي نعمل الشربات عشان يبقوا الاثنين سخنين زي ما انت ما بالظبط. حلو قوي. طيب فاضل لنا المكرونه بشاميل اللي هي دخلت اللي هي الرئيسيه النهارده بقى. حاجه المهمه بالنسبه لي دخلتيها الفرن. في الفرن انت قلتي هعملها بطريقه مختلفه وسهله عشان البنات اللي بيتعلموا لسه. بطريقه حلوه انا بعملها بطريقه انا يعني انا يعني الحمد لله كل اللي بياكلها من ايدي بيشهد لي انها عالميه. يعني انا بحمر الدقيق عادي مش بحمره مش بغمقه. طبعا الدقيق لازم يتحمر في سمنه بلدي او في زبده مع زيت ذره الاثنين مع بعض. أوكي. هحمر الدقيق هشم ريحته. هحط 4 معالق دقيق لما مثلا انا هعمل نص كيلو مكرونه. تمام هحط 4 معالق دقيق اللي هي معلقه الاكل العاديه دي. أوكي. تمام عليها معلقتين سمنه وعليها ربع كوبايه زيت. انا عايزه الزيت والسمنه يبقى بصي بقى ما تبصوش السعرات الحراريه. خلاص بس بتضبك ازاي جوه الفرن يعني فظيعه بالظبط كده. كتير قوي قوي ربع كوبايه سمنه وشويه ولا ربع كوبايه زيت. لا 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 بالظبط ما هي هي برضه يعني ما احنا بصي بقى بنعمل مكرونه بشاميل فمش هنبص السعرات الحراريه اطلاقا. هنحمر الدقيق مش هنحمره هنشم ريحته بس مش عايزاه يغمق معايا الدقيق. تمام شميت ريحته هشد شويه من على البوتاجاز عشان الناس اللي البشاميل اللي بيتكلكع منها اول ما بتضيف لا سيبيه شويه حوالي 10 دقائق يهدى التحمير اللي انت عملتيه ده. انزلي بعد كده بقى بكوبايه شوربه. ايوه لازم شوربه انا ما بحطش لبن بس مش عادي مش فارق خلاص. انت هديتي الدقيق والدنيا بقت هاديه مش هيكلكع منه. انزلي بكوبايه شوربه وقلبي واللبن الحليب لحد ما يبقى سمك البشاميل مش تقيل خفيف يعني مش تقيل جامد قوي ومش خفيف ميه يعني وسط. اوكي تمام. المكرونه هنسلقها 3/4 سلقه مش سلقه كامله. هنبتدي بقى نفرش الصينيه بتاعتنا عادي. هنحط بشاميل من تحت لازم بشاميل في قاع الصينيه ده بيخلي المكرونه ما تنشفش مننا. طيب خلينا احنا كده خدنا طريقه البشاميل هنكمل بقى معاكي طريقه المكرونه كلها واحنا شايفينها هنيجي انا ونفين في نهايه الحلقه ان شاء الله. سيبك تكملي بقى انت بتعملي سلطه حلوه طبعا جنب الحاجات لازم طبعا الفظيعه دي لازم لازم عشان الدايت. على فكره يا جماعه كلنا بنعمل مكرونه بشاميل صح بس بقى الصنعه ازاي هي دي المشكله. ودايما زي ما عبير قالت في الاول ان كل البنات لما تيجي تتجوز تقول لك انا عايزه اعمل مكرونه بشاميل سهله. لا هي مش سهله على فكره. صنعه هبه مختلفه تماما. وانا بشوف النهارده المنيو رائع ازاي اعمل شوربه لسان عصفور بالجزر وتطلع بالطعامه دي والبسبوسه والاجنحه والسلطه. الحقيقه اخبار المكرونه ايه؟ قولي لي اهم حاجه في صنعه البشاميل. اهم حاجه في صنعه البشاميل ان انا ما احمرش الدقيق للتحمير اللي هو يغمق. لازم الدقيق ما يبقاش محمر. انا اشم ريحه الدقيق بس دي اول حاجه غلط بيعملوها البنات. طيب تمام. لا 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 بس يا انت بتحمرقي ها انت قلتي لي حاجه ثانيه بتحط سمنه وزيت وقالت ايوه دايت في ايوه دايت ما عشان تطلع بالحلاوه دي. وبعدين حطينا بقى ايه وبعد كده الطبق زي كده ياخد قد ايه دقيق؟ ياخد قد ايه؟ كم معلقة؟ ياخد حوالي 4 لـ5 معالي دقيق. 4 مليانين قوي او 5 مش مليانين قوي. اكل معلقة اكل هرمية اوكي معلقة دقيق هرمية. بس خلي بالك هرمية ايوه ما هو بس بيتهيألي ان الدقيق بيبقى وفقا برضو للسمنة او المادة الدهنية للسمنة والزيت كده يعني. ما احنا قلنا هنحط معلقتين سمنة وهنحط ربع كوباية اللي هو معلقتين ومعلقتين. طيب في ناس بقى بتحط زبدة اني احسن؟ بصي السمنه البلدي طبعا لا يعلى عليها في المكرونه البشاميل. هي اللي بتدي ريحه اللي انت شماها دي هي اللي ماليه الاستوديو يا جماعه على فكره. يعني انا بتكلم على المكرونه البشاميل بالتحديد. وبعد كده ايه الصنعه برضو وانت بقى بتلفي؟ قلبنا بقى عملنا الدقيق حمرناه ما حمرناش الدقيق قلنا شمينا ريحته حمصناه بس شمينا ريحته ضفنا عليه كوبايه شوربه. انا ما بعملش البشاميل بلبن بس لازم شوربه. الشوربه بتخلي البشاميل حاجه تانية خالص. ايوه خليه جميل جدا. انا بس يعني ركزنا شويه على المكرونه يا جماعه عشان هي الوحيده اللي ما اتكلمناش عنها. الباقي كله بقى كمان يعني. قلتي حطيتي طبقه بشاميل تحت؟ طبقه بشاميل تحت عشان المكرونه ما تنشفش مني وهي في الفرن. لما اطلع قطعه المكرونه ما الاقيش المكرونه متحمصه من تحت وناشفه. وبعد كده المكرونه نفسها بتحطي فيها بشاميل؟ قلبت عليها بشاميل وحطيت نصها واللحمه المفرومه بقيه المكرونه البشاميل طبعا اللي بيحبها باللحمه المفرومه بفريخ بتبقى جميله جدا. خلاص سبتيني عشان اللحمه المفرومه ممكن نبدل يا بيرو بس الوش ده طبعا فتحتي عليه شوايه ولا ممكن اطلاقا
والله العظيم اطلاقا. طب انت حاطه ايه على الوش؟ حاطه ايه على الوش؟ ده بقى السر اللي انا بحطه على الوش اللي يديله طاقه اللي ما يغيرش طعم المكرونه البشاميل. قولي بسرعه. جبنه شيدر. ايه؟ جبنه شيدر. جبنه شيدر. اوكي. يلا يا بير واحنا كده انا شايفه ان الموضوع يعني ما تغيرش طعمها وفي نفس الوقت تديها اللون الجميل. عبير يا بختها يا جماعه قعدت فتره طويله قوي في المطبخ. ماشي. ميرسي ليكم يا حبيبي. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا هبه. نورتينا وتسلم ايدك بالاطباق الجميله بتاعتك وميرسي يا نوفي ان انت كنت معايا النهارده. سعيده طبعا كالعاده. بشكر كل مشاهدينا، يا ريت تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك تقولوا كل ارائكم وكل اقتراحاتكم اللي انتوا عايزين تشوفوه، وكمان تتابعوا فقره المطبخ اللي يحب ان هو يراجع الوصفات والمقادير بتاعتنا موجوده على الصفحه. هنشكركم جدا وبكره ان شاء الله نلتقي بيكم مع فريق عمل جديد زينه طعم البيوت.